وراهو حاضر تربصات وراهو التكوين نتاعو مستمر وراهو ماهوش ملل بالكل. الغرام والمتعه اللي كنت انت تتمتع في المجال هذا محمد لمين وصلوا انت نحبك للمستمع كيفاش عشت الفترات هذه؟ فما تنهيده اكيد راهو فماش تنهيده هذه من فراغ. والله طيب كيفاش عشت مش الفترة هذيك، انا ديما عايش الجو هذا، يعني انا نقوم الصباح على 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 الفن نرقد عليه في اي حاجه، يعني نحاول اني انا حتى كيف نبدا فاقد الامل نرجع روحي الامل، حتى كيف نتفرج على فيلم يعني نشوف حاجه جديده، نشوف مسرحيه جديده، نشوف ناس خدمت حاجه جديده، نقول كيفاش يا اخي هم خدموا وصلوا، علاش احنا ما نجموش نوصلوا؟ ما هماش خير منا معناتها، وما نجموش يكونوا خير منا. يعني الامل حتى ان لم يوجد على الارض نختار عنه، نخترعوه على خاطر بالحق. يعني وقت اللي حتى تقوم الصباح متنرفز، انا نقوم الصباح ساعات متنرفز ونقول انا مانيش باش بعد نقول لا نمشي لكن المرايه نغزر لها نضحك لها نقول لها صباح خير نهار زين اليوم نهار باهي صدقني نبدا مش في نكلم في عباد بنسلم عليهم ساعات ما نعرفهمش. وصارت لي بوكو تكامي انك انت تبدا عندك شحنه تجم توصل للناس تقول لهم حاجه باهيه باش يرجعوا لك بحاجه باهيه، تقعد لك ديما الشحنه هذيك. وانا ديما نقول انك كيف تبدا انت في بلاصه باش تتغشش وتعمل حاجات هكا ممكن خايبين تعمل بهم الشارج هذيك بمشيها في حاجه باهيه، معناتها ما باهي اللي توا التحق بينا الان ويحب يسمع ويعرف شنو الموضوع. قلنا في البدايه اللي هما ستانية فكره تعرضوا في برنامج، البرنامج هذايا كان في اكسبريس اسمه عندي فكره وكانت عندك فكره اللي هي السيرك، السيرك هذه للاطفال واخيرا فازت الفكره هذه وكنت انت الاول في المرتبه الاولى وفي الصداره او ب 20 مليون. وين ال 20 مليون قبل ما تبدا رحلتك؟ ال 20 مليون فوتيت لك ال 20 مليون هما ما مش 20 مليون نتاع محمد امين، 20 مليون هما ال 20 مليون نتاع السيرك جوكير هذاك، 20 مليون صغار تونس بالحق على خاطر هذايا فضاء مخصص الأطفال الجمهورية التونسية كل لسفيق بالحق. أنا ما قيتش بلاتفورم، أنا ما قيتش بلاتفورم قبل، كنت نتعلم صحيح وقفوا معايا أساتذتي اللي أنا نحبهم وكان مش منهم هما من نصائحهم أنا ما نلقاش، أنا كنت نتعلم في الشارع. كما بابا أول مرة جاءوا عملوا معاه انترفيو قال لهم إحنا نسكنوا في حومة عربي في الرباط، وأنا ولدي يخرج يلعب بسكلة بعجلة واحدة في الحومة الستة متاع الصباح ساعات ويبدأوا معناتها الناس يتفرجوا عليه يقولوا هذي معناتها ومعناتها شوفوها حاجة غريبة. أنا تعلمت في الشارع، أنا نحب نهار آخر الناس اللي صغار اللي قاعدة تلعب في الشارع هذي وما قادش كيفاش تلعب، ما قادش كيفاش تتحرك، ما قادش كيفاش تجم تعبر، ما قادش نوايا دي ممكن عندنا مشكلة عندنا نواقع عندنا نقص يعني في حاجة تدمها الصغار نهار آخر يلقاو البلاتفورم هذي ومتأكد خاطر هما وقت اللي باش نجموا يسقلوا المواهب نتاعهم باش تولي عندهم عزيمة والعزيمه نتاعهم باش تتطور وعندهم احلام. انا متاكد اللي هما عندهم احلام، الاحلام نتاعهم مازالوا ينجموا يحققوا. انا هيك هدف المشروع 20 مليون خلينا نكونوا واقعيين مش شويه على السير اي شويه اما هي منحه. انا لقيت 20 مليون منحه جاني وانا نزيد نخدم نزيد لما دوبينسيون باش نعمل قرض وباش مازلت خاطر انا قبل امس كنت نحكي في درجه ما تحت الصفر اللوطه نجري هكا نحب نطلع اليوم هكا طلعت بديت نارة هكا كما نقولوا احنا بدينا نشوف في الضوء توا بديت الخدمه توا بديت الخدمه ومعناتها نشكر ان الناس اللي وقفت معايا كل عائلتي نشكر لي مونبر دو جوري اللي انا تعلمت منهم في التجربه الكبيره هذه نشكر حتى زملائي. شو تعلمت منهم وصل لنا شو تعلمت انت في الفتره على خاطر احنا تعلمنا كيفاش نعملوا ان بزنس بلان وتوا في المرحله هذه انا دخلت بفكره خرجت عندي بزنس بلان كامل بون كابل نجم نقدمه لاي بنك، البنك هذا يعطيني قرض باش اني نعمل مشروعي. انا نشوف ربح قبل 20 مليون، انا حتى ما ربحتش 20 مليون انا ربح 600 فكره في البدايه كانت 600 فكره من الجمهوريه التونسيه كامله وكلها في التمثيل 600 فكره. لا 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 كلهم عندهم مشاريع مختلفه هو برنامج بعث مشاريع كل واحد عنده فكره نتاع مشروع ويحب يعمل مشروعه اكتب الفكره نتاعو تبعثوا 600 فكره على سيت انترنت محلول www.عندي فكره. ايوه 600 فكره هذوما شافوهم لجنه التحكيم، لجنه التحكيم انتقت منهم 48 فكره. ايوه كل واحد اختار 12 شخص معاه ومن بعد ديك صارت سيليكسيون مشينا لغديكا وكل واحد فينا قدم الفكره نتاعو يعني حسب طريقته ولجنه التحكيم اختارت 20 فكره.
أربعة يعني كل جمعة يختاروا هما أربعة أفكار والخامس يختاروا الجمهور بالتصويت يعني يمنعوا. فهمت كيفاش؟ أنت وقتها كنت من 20 فكرة. أنا من 20 فكرة ومن الأربعة أفكار اللي اختاروهم ليمبر دجيري وقتها ديريكتومون. وعلى فكرة أنا كيف شاركت راني شاركت بالظهر يعني بالحق حالفني الحظ يعني أنا من الأول الفكرة هذه من قبل عندي من صديقي اللي هو صديق طفولتي زاد ونخدم أنا ويقلي أمين راه فما برنامج حد في التلفزة وكذا كذا. دخلت على الانترنت قيدت الفكره نتاعي وقت اللي قيدت كنت اربعه اسطورك هو قصت عليا الكونيكسيون جيت نعود قليلا بعد كلموني قال لي رانا اخترناك معناتها باش تكون من 600 فكره هذوك واختاروني زاد باش نكون من 48 فكره اللي يصير لهم سيليكسيون والحمد لله ربي مشيت قدمت الفكره نتاعي وسايتي يعني انا زاد كنت من 20 الأمنية عادة تتحقق ولا بما أنه هو إذا موضوعنا اليوم في بانوراما أمنية كيعيشها إنسان يتمنى من اللي هو صغير يجم يحققها وكيفاش يحققها؟ الأمنية تتحقق كيفاش تحققها بالخدمة مش نتمنى ناس كلنا نحبه أما الحب ما هيش كلمة الحب بأتم معنى ما هيش كلمة راني نحب نحب لازمني نبين كيفاش نحب نخدم نتحرك نعمل نقوم بأي طريقة باش أني أنا نوصل للبيت متاعي الأمنية باش تولي في وقت من الأوقات هي هدف والهدف هذا باش نوصل لازمني نحاول أني أنا من نلقى حتى حيط قدامي نهدو نتعدى المهم نوصل للبيت متاعي الحمد لله انت هديت كل حيوط وهيتنا انت الاول وكنت انت في الصدارة وهذا بالفعل اسعدنا جدا الجانيون كنت انت في البرنامج هذايا مشروع كان مشروع خاص بالسيرك قبل ما ندخل المشروع هذايا ونحكي على المشروع اللي فيه محبة للأطفال ومحمد امين بالطاهر كيدخل الموضوع هذايا بعد ما خدم كلون والكلون فيه نظرة حتى فيها صفاء فيه محبة فيها براءة مع الصغار كان عندك جزيدة تجربة أخرى اللي كانت مع علي بوكيتي وتجربة هذه في نادي من نوادي المسرح كنت مشاكس عن